مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. أكيد كلنا عبر قناة النادي الأهلي بنتابع أخبار فرقتنا فريق النادي الأهلي على المستوى المحلي، دوري وكاس، وعلى كمان المستوى الأفريقي. لكن كمان حبينا هنا في قناة النادي الأهلي أن يكون لينا إطلالة على الكرة العالمية عشان نعرف كل حاجة جديدة بتحصل في الدوريات الأوروبية وإيه اللي بيحصل على الساحة العالمية في العالم كله. هيكون معانا هنا في المحترف، المحترف هنتعرف وهنتابع التوب 5 ليجز في العالم، أهم خمس دوريات في العالم. هنتابع مع حضراتكم الدوري الإنجليزي، هنتابع الدوري الأسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، وكمان الدوري الفرنسي. هنعرف كل أخبار كمان لاعبتنا المحترفة، لاعبتنا اللي بتشرفنا في أوروبا. هنتعرف كل أسبوع في المحترف على اللي بيقدموه مع فرقهم ووصلوا لفين. هنتعرف على أجمل الأهداف، هنتعرف على كمان أفكار المدربين، هنخش جوه دماغ المدربين، التكتيكس اللي بيحصل، لغة الخطط ولغة الحوارات ما بين المدربين الكبار من خلال المحترف.